السلام عليكم ورحمه الله ازيكم يا شباب عاملين ايه معاكم عمرو عصام من قناه امان في فيديو النهارده هنتكلم عن مجموعات كاس العرب 2021 اللي هتتلعب في قطر ان شاء الله طبعا بعد انتهاء مباريات التصفيات لان كان في سبع مباريات طبعا عشان يحددوا سبع منتخبات ف النهارده كان اخر مباراه مباراه البحرين والكويت وكان البحرين كسبوا 2-0 وهنتكلم برضو النهارده عن مواعيد المباريات اللي هتتلعب طبعا البطوله هتتلعب في اخر شهر نوفمبر من سنه 2021 فهنتكلم عن مواعيد المباريات هنتكلم عن الملاعب اللي هتقام عليها البطوله فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد ويلا بينا نبدا الفيديو اول حاجه نتكلم عنها هي نتائج مباريات تصفيات كاس العرب 2021 طبعا بعد انتهاء اخر مباراه كانت النهارده مباراه الكويت والبحرين زي ما انتم شايفين عندنا كان سبع مباريات عندنا مباراة ليبيا والسودان اتلعبت يوم 19 يونيو عندنا يوم 20 كان مباراة عمان والصومال عندنا كان يوم 21 مباراة الاردن وجنوب السودان وعندنا يوم 22 كان مباراة موريتانيا واليمن عندنا يوم 23 كان مباراة لبنان وجيبوتي عندنا كان يوم 24 مباراة فلسطين وجزر القمر عندنا كان النهاردة يوم 25 مباراة البحرين والكويت وكانت ديت اخر مباراة في التصفيات كاس العرب 2021 عندنا اول مباراه مباراه ليبيا والسودان وانتهت بفوز منتخب السودان بهدف دون رد عندنا ثاني مباراه مباراه عمان والصومال وانتهت بفوز منتخب عمان بهدفين لهدف وعندنا ثالث مباراه كانت مباراه الاردن وجنوب السودان ولكن المباراه الغيت واتحسب الفوز لمنتخب الاردن بثلاث اهداف لا شيء وطبعا كان سبب الغاء المباراه كان اصابه اللعيبه بفيروس كورونا عندنا رابع مباراه كانت مباراه موريتانيا واليمن ومنتخب موريتانيا فاز بهدفين دون رد على منتخب اليمن وعندنا خامس مباراه هي مباراه منتخب لبنان قصاد جيبوتي وانتهت بفوز منتخب لبنان بهدف دون رد عندنا سادس مباراة هي مباراة فلسطين وجزر القمر وانتهت بفوز منتخب فلسطين بخمس أهداف لهدف عندنا آخر مباراة هي مباراة البحرين والكويت وانتهت بفوز منتخب البحرين بهدفين دون رد وبكده اتحدد سبع منتخبات اتأهلوا الى كأس العرب وطبعا في منتخبات هي كده كده موجودة في البطولة هنخش بقى على تصنيف منتخبات كاس العرب 2021 نبدا من التصنيف الاول التصنيف الاول منتخب قطر تونس الجزائر المغرب عندنا التصنيف الثاني مصر السعوديه العراق الامارات عندنا التصنيف الثالث سوريا عمان لبنان الاردن عندنا التصنيف الرابع منتخب البحرين وموريتانيا وفلسطين والسودان وبكده يكون ده تصنيف المنتخبات طبعا بعد نهاية مباريات التصفيات كده تحدد من التصنيف الثالث والرابع لان كان هي سوريا بس الموجودة في التصنيف الثالث هنتكلم بقى عن مجموعات كأس العرب 2021 عندنا اول مجموعة جروب ايه فيها منتخب قطر والعراق وعمان والبحرين وكده دي تكون اول مجموعة فيه كأس العرب 2021 جروب ايه عندنا تاني مجموعة جروب ب وفيها منتخب تونس والامارات وسوريا وموريتانيا طبعا مجموعة قوية عندنا جروب سي المجموعة الثالثة عندنا المغرب السعودية الأردن فلسطين برضو مجموعة قوية المغرب والسعودية من أقوى المنتخبات العربية عندنا جروب دي برضو عندنا منتخب الجزائر ومصر من المنتخبات القوية عندنا منتخب لبنان ومنتخب السودان السودان طبعا عمل مفاجآت لحد دلوقتي هنشوف هيعمل ايه في مجموعة يعتبر مجموعة الموت في كأس العرب ندخل بقى على مواعيد مباريات كاس العرب 2021 هنتكلم عن مواعيد المباريات في دور المجموعات فقط مش لربع النهائي لا هي دور المجموعات فقط اللي هنتكلم عليها هي الثلاث جولات اللي هيتلعبوا عندنا اول جوله هيبقى مباراه قطر والبحرين وتونس وموريتانيا والعراق وعمان والامارات وسوريا الاربع مباريات هيتلعبوا يوم 30 نوفمبر 2021 والتوقيت قصادكم طبعا كله بتوقيت القاهره عندنا يوم واحد ديسمبر 2021 عندنا مباراة الجزائر والسودان ومصر ولبنان والمغرب وفلسطين وعندنا مباراة السعودية والأردن طبعا هي نفس التوقيتات اللي هيتلعب بيها برضو المباريات اللي هتتلعب يوم 30 نوفمبر أربع مباريات في اليوم مباراة الساعة 12 الظهر مباراة الساعة 3 العصر مباراة الساعة 6 المغرب مباراة الساعة تسعة بالليل وكله بتوقيت القاهرة عندنا الجوله الثانيه يوم 3 ديسمبر 2021 عندنا اربع مباريات مباراه البحرين والعراق عمان وقطر موريتانيا والامارات سوريا وتونس طبعا كلها نفس التوقيتات عندنا يوم 4 ديسمبر 2021 عندنا مباراه الاردن والمغرب مباراه لبنان والجزائر مباراه السودان ومصر عندنا مباراه فلسطين والسعوديه وبكده تكون انتهت الجوله الثانيه نخش بقى على الجوله الثالثه عندنا الجولة التالتة عندنا يوم ستة ديسمبر الفين واحد وعشرين عندنا مباراة سوريا وموريتانيا عندنا مباراة تونس والامارات عندنا مباراة عمان والبحرين عندنا مباراة قطر والعراق عندنا يوم سبعة ديسمبر الفين واحد وعشرين عندنا مباراة المغرب والسعودية عندنا مباراة الاردن وفلسطين عندنا مباراة لبنان والسودان عندنا اخر مباراة هي مباراة الجزائر ومصر وهي اقوى مباراة هنشوفها في كأس العرب ديرب طبعا بيستنى جميع مشجعي منتخب الجزائر ومشجعين منتخب مصر نتكلم بقى عن الملاعب اللي هتستضيف كأس العرب 2021 او الاستادات اللي, اللي هتستضيف البطولة هم سبع استادات عندنا في منطقة الخور عندنا استاد البيت وعندنا منطقة الوكرة عندنا في استاد الجنوب عندنا دو هيكون في ملعبين استاد رأس أبو عبود وملعب استاد السمامة عندنا الريان عندنا في ثلاث استادات استاد المدينة التعليمية استاد خليفة الدولي وملعب أحمد بن علي عندنا اخر حاجة في الفيديو النهاردة عندنا اللاعب بدر المطوع اللاعب الكويتي اصبح عميد لاعب العالم ب 185 مباراه تخطى لاعب منتخب مصر احمد حسن احمد حسن طبعا كان عميد لاعبي العالم برصيد 184 مباراة ولكن اللاعب الكويتي بدر المطوع تخطاه بمباراة واحدة واصبح هو عميد لاعبي العالم بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو لو في حاجة ناقصة في الفيديو يا جماعة او في معلومة ما قلتهاش اكتبولي في التعليقات وبكده طيب نكون وصلنا لنهايه الفيديو يا رب يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله